أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات وبس. الآن أرد عليكم تردد قناة الشرقية العراقية على النايل سات والهوت بيرت. قناة الشرقية هي قناة عراقية تبث برامج متنوعة، فهي تعرض مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والاجتماعية بجانب البرامج الحوارية المشوقة للشعب العراقي التي تناقش أحوال الشعب العراقي في كل المجالات الثقافية والفنية. الشرقية العراقية قناة مجانية غير مشفرة، هي أول قناة عراقية مملوكة للقطاع الخاص التي تعرض كل برامجها المشوقة والمفيدة لتطوير الشعب العراقي على الأقمار الصناعية عرب سات وهوت بيرت ونايل سات، وهي من ضمن مجموعة قنوات الشرقية الفضائية، والتي تعد هذه هي القناة الأساسية التي تم إطلاقها عبر الأقمار الصناعية في عام 2004. وبعد سنوات من إطلاقها ونجاحها، أطلقت القناة بعدها قناة الشرقية نيوز، وهي قناة إخبارية تهتم بدولة العراق والعالم أجمع. إذن تردد قناة الشرقية العراقية 2022، يوجد ثلاثة ترددات على النايل سات وتردد على الهوت بيرت. إذن تردد قناة الشرقية العراقية 2022، التردد الأول على النايل سات، القمر الصناعي نايل سات، التردد 11785، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3-4، الجودة ST. إذن القمر الصناعي نايل سات، التردد 11785، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3-4، الجودة ST. الآن ننقل لكم التردد الثاني، القمر الصناعي نايل سات، التردد 11938، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5-6، الجودة HD. إذا التردد الثاني على النايل سات، القمر الصناعي نايل سات، التردد 11938، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5-6، الجودة HD. الآن ننقل لكم التردد الثالث على النايل سات، القمر الصناعي نايل سات، التردد 11315، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 7-8، الجودة HD. إذا القمر الصناعي نايل سات، التردد 11315، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 7-8، الجودة HD. الآن ننقل لكم التردد على الهوت بيرت. إذا تردد قناة الشرقية العراقية 2022 على القمر الصناعي هوت بيرت، القمر الصناعي هوت بيرت، التردد 11747، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3-4، الجودة HD. إذا القمر الصناعي هوت بيرت، التردد 11747، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3-4، الجودة HD. اسم القناة على قائمة القنوات الشرقية HD. وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة الشرقية العراقية على القمر الصناعي نالسات وهوت بيرت. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.